السلام عليكم. إذا نحاولوا في هذا الفيديو غادي نديرو تصحيح 845 صفحة 54 كتاب في رحاب الرياضيات ولا باك علوم تجريبية الدرس ديال العموميات حول الدواء. أوكي، إذا عطاونا واحد الدالة اف معرفة على اخ، مجموعة التعريف ديالها هي اخ. السؤال الأول هو ندرسو التغيرات ديال الدالة اف على اخ، صافي، ونديرو دراسة التغير. إذا غنمشي نحسب معدل التغير. أول حاجة شغنقول ليكون اكس ينتمي إلى R أو لا X و Y عنصران من R. Y ينتمي إلى R بحيث X يخالف Y. لدينا همشي ونحسبه معدل ديال التغير T كيساوي F دو X ناقص F دو Y على X ناقص Y تساوي إذا f دو x هي x زائد 1 على 2 زائد 1 على 1 زائد x أس 2 ناقص f دو y. فين مشت x؟ نوضع y زائد 1 على 2 زائد 1 على 1 زائد y أس 2 على x ناقص y تساوي. إذا نحاول نحيد الأقواس، هي x زائد 1 على 2 زائد 1 على 1 زائد x أس 2 أوكي ناقص y ناقص 1 على 2 ناقص 1 على 1 زائد y أس 2 على x ناقص y أوكي. دونك زائد 1 على 2 ناقص 1 على 2 عددان متقابلان مجموعهم كيساوي 0. إذا غنلاحظ هنا مثلا ممكن نوحد هنا المقام، إذا غيكون المقام الموحد هو 1 زائد x أس 2 عامل، ها حنا نكتبوها هنا 1 زائد x أس 2 عامل 1 زائد y أس 2. إذا مزيان هنا x فاش غنضربو؟ غنضربوها في هذا كامل، إذا غتجينا x عامل 1 زائد x أس 2 عامل 1 زائد y أس 2 أوكي زائد و هنا الواحد مقام موحد شنو هو؟ 1 زائد x أس 2 عامل 1 زائد y أس 2. إذا هذه فاش خصنا نضربوها؟ هي الواحد خصنا نضربوه في 1 زائد y أس 2 زائد 1 زائد y أس 2 ناقص هاد ال y فاش غنضربوها؟ فاش حتى هي نضربوها في 1 زائد x أس 2 عامل 1 زائد y أس 2 1 زائد x أس 2 عامل 1 زائد y أس 2 ناقص هذه غنضربوها في 1 زائد x أس 2 1 زائد x أس 2 على x ناقص y مزيان تساوي إذا هذا المقام غيولي يقطعنا غتجينا هي x ناقص y عامل 1 زائد x أس 2 عامل 1 زائد y أس 2. هنا غنلاحظ ما بين هادي وهادي ممكن نعمل بواحد زائد x أس 2 عامل 1 زائد y أس 2. إذا غتجيني هي إلا عملت بواحد زائد x أس 2 عامل 1 زائد y أس 2 هنا غتبقاني x، هنا غتبقى ناقص y عامل 1 زائد x أس 2 عامل 1 زائد y أس 2. هنا غنحيدو الأقواس، غتبقى لي واحد زائد y أس 2 ناقص هنا ناقص 1 ناقص x أس 2 هادي مع هادي مشات غتخرجنا كتساوي غتبقى هادي x ناقص y عامل 1 زائد x أس 2 عامل 1 زائد y أس 2 اوكي هاد الان مزيان. هنا غنحاول نعمل بالناقص، اذا الى عملت بالناقص غتعطيني هي x أس 2 ناقص y أس 2 اللي هي x ناقص y عامل x زائد y. هنايا الى عملت بالناقص غتولي x أس 2 ناقص y أس 2 x أس 2 ناقص y أس 2 مستبقها مع رقم 3 هي هذه هي x ناقص y عامل 1 زائد x أس 2
اعمل واحد زائد y اس اثنان. اذا هنا ممكن نعمل ونختزل، نختزل ب x ناقص y. اش غيبقى لي هنا في الاخير؟ اذا هنا بحال الا راني عملت ب x ناقص y واختزلت بها، غتبقى هنا الا نشرت واحد في واحد هي واحد صافي، زائد y اس اثنان زائد x اس اثنان زائد x اس اثنان y اس اثنان ناقص x ناقص y على واحد زائد x اس اثنان عامل واحد زائد y اس اثنان تساوي. اذا خصني هنا رد البال، مثلا هادي الا كنلاحظ x اس اثنان ناقص x راه بداية متطابقة هامة صافي، إذا غنجيب هادي وهادي نخليهم بوحدهم، واحد زائد إكس أس إتنان إكراك أس إتنان، إذا هنا زائد إكس أس إتنان ناقص إكس، ديال متطابقة هامة رقم جوج، متطابقة هامة رقم شكون كيكون فيها؟ أ أس إتنان ناقص جوج في أ في بي، دونك جوج مكايناش هنا، غنضرب في جوج ونقسم على جوج، دونك غنضرب في جوج وضربت في واحد على جوج بحال ما درت والو، إذا شكون غيكون بي هو واحد على جوج أس إتنان، هنا زدتو. صافي مادام زدتو خصني نقصو، صافي عاود هنا غندير نفس الشيء، انا بلاتي عاود ثاني نقصو، عاود نفس الشيء مع إكراك أس إتنان، دونك زائد إكراك أس إتنان ناقص جوج في واحد على جوج إكراك زائد واحد على جوج أس إتنان، إذا راني زدت هادي و زدت هادي، إذا نقصهم. شحال هي واحد على جوج أس جوج؟ هي واحد على أربعة، عاود ناقص واحد على أربعة، على واحد زائد إكس أس إتنان، أعمل واحد زائد إكراك أس إتنان، تساوي. إذا هادي إكس أس إتنان إكراك أس إتنان، هاد الواحد دابا تشوفو معامل غنحسبو، هادي متطابقة هامة رقم أش رقم جوج، إذا غتعطينا زائد إكس ناقص واحد على جوج الكل أس إتنان. زائد y ناقص واحد على جوج الكل أس إتنان. إذا هادو تحسبو، هادي تحسبات، هادي ها هي، إذا بقى لنا واحد ناقص واحد على أربعة ناقص واحد على أربعة شحال هي؟ هي ناقص واحد على جوج، واحد ناقص واحد على جوج هي زائد واحد على جوج، أوكي، هنا على واحد زائد إكس أس إتنان، عامل واحد زائد y أس إتنان. كي داير هادشي هذا؟ موجب 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 زائد عدد موجب، إذا هادشي هذا كبر قطعا من زيرو، ومنه ممكن نقول f تزايدية قطعا على اخ، صافي ها هي تزايدية قطعا على اخ. غندوزو للسؤال الثاني، صافي دونك السؤال الثاني قالوا لنا بين بين ان مهما يكون اكس ينتمي ل ار بلس، عندنا واحد على إكس زائد جوج زائد جذر مربع إكس زائد واحد كبر أو يساوي ثلاثة على جوج، كبر أو يساوي ثلاثة على جوج، مزيان. إذا هنا غنحاول نخدمو السؤال اللي قبل، باش نخدمو السؤال اللي قبل غنجيو غنقول نضع جي، نضع جي دو إكس كتساوي جذر مربع إكس زائد واحد، لدينا دي جي بعدا شنو هو مجموعة التعريف ديال هادي؟ دائما مجموعة التعريف ديالها راه خدمناها، هي قلنا ناقص أ زائد ما لا نهاية، هي ناقص واحد زائد ما لا نهاية، مزيان. و مثلا غنمشي نحسب اف غون جي دو اكس، اف غون جي ديال اكس هي اف نتاع جي ديال اكس، مزيان اف نتاع جي
ديال اكس. شنو هي اف ديال جي ديال اكس؟ اذا غنجي اف دو اكس هي اف نتاع جي در مربع اكس زائد واحد، وغنجي اف دو اكس فين ما شفت اكس غنعوضو بجي در مربع اكس زائد، اذا غتجينا هي جي در مربع اكس زائد واحد زائد واحد على جوج زائد واحد على واحد زائد جي در مربع اكس زائد واحد على جوج اس اثنان، هي جي در مربع اكس زائد واحد زائد واحد على جوج زائد هنا غتبقى لنا واحد على اكس زائد واحد، الجذر مربع غيمشي مع اس اثنان، اذا غتبقى لنا جذر مربع اكس زائد واحد زائد واحد على جوج زائد واحد على اكس زائد جوج، صافي. اذا شوف ها هو هذا اللي عندنا هنا ها، ولكن شنو عندنا غير هنا زايده هاد واحد على جوج، صافي مزيان. انا حنا غنمشيو نشوفو التغيرات ديال هاد اف اون جي، صافي غنمشيو نشوفو التغيرات ديال هاد اف اون جي. دونك شنو عندنا؟ لدينا الدالة جي، عارفين التغيرات ديالها الا بغينا نحطو شنو هو؟ دونك موان زان بلوس لانفيني، هنا تغيرات جي مزيان، الصورة ناقص واحد شحال هي؟ إلا حسبناها هي زيرو. المهم هنا كتكون بليس تاني، دابا تقرا و عاود تاني إلا حطيت اف راها من موان لانفيني حتى بليس لانفيني كلها تزايدية تزايدية. إذا شنو عندي؟ عندي جي هادي سمحوا لي هنا تغيرات تغيرات اف. اذا شنو عندي؟ عندي هنا اف تزايديه وعندي جي تزايديه، اوكي. اذا اوتوماتيكمون غتكون عندي هنا جيرون اف تزايديه على المجال ناقص واحد زائد ما لا نهايه ديالنا، صافي. اذا جيرون اف صافي، اذا جيرون اف تزايدية قطعا، صافي. حنا كنعرفو مركب دالتين القاعدة ديالنا، إذا جيرون اف تزايدية قطعا على المجال المجال ناقص واحد زائد ما لا نهاية، خاصة على المجال صفر زائد ما لا نهاية اللي هو اغ بلس، صافي. ومنه شنو غنقول انا؟ الا كانت عندي اكس اكبر من او يساوي زيرو، هادي اش كتستلزم؟ تستلزم ان جي غون اف ديال اكس، كنعرف الا كانت عندي شي داله تزايديه واخا كندخلها انا على الطرفين، جي غون اف ديال زيرو غتكون راه ما كيتبدلش هنا الرمز. مزيان، شنو هي جي غون اف ديال اكس؟ عفوا ماشي جيرون اف، هنا اف اون جي، اف اون جي صافي، اف اون جي، اف اون جي، اف اون جي، اف اون جي صافي، اف اون جي. دونك شكون هي اف اون جي؟ هي هادي جدر مربع اكس زائد واحد زائد واحد على جوج زائد واحد على اكس زائد جوج. وشنو هي اف اون جي زيرو؟ دونك غنجيو نعوضو هنا اكس بزيرو، غتبقى لنا هنا واحد، هنا شحال؟ هنا واحد على جوج زائد واحد على جوج شحال هي؟ هي واحد، واحد زائد واحد هي جوج، مزيان. اذا جدر مربع اكس زائد واحد على اكس زائد جوج راه اكبر او يساوي، هادي غنردوها لهاد الطرف غتولي جوج ناقص واحد على جوج، جدر مربع اكس زائد واحد على اكس زائد جوج. إذا جوج ناقص واحد على جوج، إلا وحدنا المقام غتجينا جوج جوج ربعة ناقص واحد هي ثلاثة على جوج، وبالتالي مهما يكون إكس، شنو معنى إكس كبر أو يساوي زيرو؟ يعني إكس ينتمي لإغ بلوس، عندي جدر مربع إكس زائد واحد على إكس زائد جوج كبر أو يساوي ثلاثة على جوج، أوكي.